من كم يوم شفنا على موقع التواصل واحد من هون زوج بنته على حسابه. هذا من نوادر لا يصير في المحرر او بالوطن العربي. ايه انه يعني الاهل البنت ما لهم مجبورين يتكلفوا انه هذا لانه العريس هو بدي يقدم كل شيء، ما هو العروس. ما هاي شال انه انت تطلب لبنتك ما يواردي، ما يواردي لا قد مسلم ما يواردي. احنا بتشفت الوضع بدك صراحه. العريس لازم ما حدا يرحمه، لان في منهم منافقين كذابين. اي نعم في منهم منافقين وكذابين، بياخذ بنت الناس بعد شهرين ثلاثة طلقها مشان اشو. طيب هاي معناتها اذا ما ذبحوه للاخير ما بيمشي الحال. طيب هون القصه بتعود لاهل العروس، هن لازم ينقوا. ايه هن لازم الاخلاق. ايه اذا واحد بيجيك مستتر بالدين وخطبته بنتك وبخاتي، معناتها ايش معناتها؟ معناتها اني رجعنينه. بس اليوم اذا واحد ما لازم، انت على قولتك ما لازم يرحموا العروس. لا ما لازم، لان هلا كل الناس متخباي بتيبها كلياتها. انت مع الجرم. مع الجرم. طيب شو رايك بهيك شغلات؟ اليوم تسهيل الزواج للشباب. طبعا، اول شيء تسهيل، ثانيا تحفيز. تحفيز وبتعلي من شأن العيلة. اي نعم. نعم. يعني اليوم هذا الرجل اللي عمل هالمبادرة، هاي مبادرة طيبة وكريمة وبدل على كرمه وبتعلم من شأنه. ما مالي، بس الظروف صعبة. وهلا يعني انت يا دوب مثلا ابن اخوه اللي بدي ما هو اللي عم يشتغل، ويا دوب يعني يأمن حاله. اذا في معك، ما اذا في امكاني، اذا واحد حط له بنته وين مشكلتي؟ يعني ايش واحد بنته؟ اذا نسيب واحد بيصير بغرب الايام مثل ابنه، يعني ما في اي مشكلة. انا زوجت بنتي والله ما يعني $150 اخذتنا، قد بعرف هو فقير يعني شو هالشغله. كل الناس هيك بتفكر؟ والله ما بعرف هلا انا بفكر انه كل الناس هيك بتفكر، لانه انا هيك بفكر. ما بعرف عاد هلا. حدا بيطبق للاسف ولا ابدا، بالعكس كله بده دولار مال كذا كذا، وبالنهايه عم نشوف نتيجه هالشيء مواضيع طلاق كتير كبيره، وحتى هذا الشيء بالمحاكم بيعرفوه. عم بصير كتير اسباب طلاق اغلبيتها انه عم يجي 5000 ومقتدر خيو اخذ اسبوع شهر شهرين طلقه. اما يدبروا على صاحب الدين بصون بنتهم، هذا بكفي امام الله، بكون هي امانه عنده. اي نعم، بيحفظ الامانه امام الله وبس. Yeah.